من مصر. قلت ان انا مستاء جدا من الطرح، وعاوز اخد حقي في الرد على الكلام اتفضل. اللي طرح. الاول الاستاذ ياسر الغرباوي بيقول ان اللي بيلجأوا انه يقولوا الاستبداد هو المشكله، دول اللي بيتطرقوا الى العنف او بيلجأوا الى العنف. الكلام ده يعني اوهام، وانا نفسي لا اقبله، يعني لاننا ضد العنف. انا دلوقتي لو انا اصبت بجسد في مرض بمرض في جسدي، والطبيب قال لي لا لازم المنطقة دي تتقطع، هل قطعها يصبح عنف؟ دي أول حاجة. احنا عندنا مثلا التجربة الفرعونية، الفراعنة كانوا متقدمين جدا في بعض العلوم اللي حتى الآن لم غير مكتشفة. في عقول عندهم، الفراعنة تمتلك عقول غير عادية، حتى علمهم حتى الآن لم يكتشف. ولكن المنظومة السياسية، القيادة السياسية كانت مهمشة الأفراد، وكانوا بيستعبدوا وبيبنوا الأهرامات مستعبدين، يستعبد الشعب علشان يبني أهرامات عشان يدفن فيه بعد كده. التجربة الصينية 1949، يعني الثورة الشيوعية، حدث في تطور اقتصادي وبتاع، لكن المواطن الصيني ده انه مهمش، والمواطن الصيني اخترع وبدأ في صناعة وبدأ حتى الآن تجربة صينية، أي حاجة نقول صناعة صينية صنع في الصين. لكن المواطن الصيني بعد 49 حتى لما نزلوا الطلاب المظاهرات ضربوهم وعملوا فرضوا الأعراف في البلد. دي أول حاجة. تاني حاجة، اتهام حضرتك للثورات العربية، بتقول إن هي فشلت عشان ما فيش مفكرين. الكلام ده غير صحيح يقينا. مجرد ان الشعوب تطلع. طب خلينا نرد يا محمود. لا بعد اذنك. محمود بس بعد اذنك خلينا نرد على الجزء الاول عشان ما انتهش، واوعدك هنفضل معاك لحد ما تخلص. طيب ماشي. عند حضرتك رد يا فندم. يعني سؤال الشعب ولا ماو ولا الصين؟ فالفراعنه ولا بكين؟ انا بنفسي عقلي حتى اللي بستوعب ان انتقال من اخناتون لموستونج للصين لليابان، انا بشر يعني، ما الذي استحل ان يخرج بالاجابه دي؟ فلما محمود اتكلم اداني كيدا الانطلاق، انا رحت معلق على كلمه مستاء دي علشان اغيظ بيها الاستاذ ياسر، وعشان العب بقى اغيظ ده اعمل اوقع ده بده. لكن مش يعني، هو محمود الحقيقه كان سكه رائعه للاستراتيجيه بتاعتي وخطتي. طبعا انا شاكر مداخلته كشاب يحط بهذه المعلومات، دي شيء رائع وجميل، اشكرك عليه يعني. وايضا استياك، انا كشاب من حقك، ولم تكن عند هذه الحماسه بقى خلاص يعني، لا مفترض ان يكون تستاء وتتمرد ويكون صوتك اعلى من كده. انا هذا كلام مقبول وجميل واشجعك عليه، ولكن بس حط جنبه شويه مزيد يعني ايه، بصيص من النور والافكار. اول شيء، انا لما اقول ان حصر اسباب تخلف المنطقه العربيه في الاستبداد فقط، هذا يعني يروج ويشجع ويدفع قابليه تبني العنف. لم اقل انه يؤدي مباشره. ليه؟ لان بيقول لك صاحب مثلا، اللي كان صاحب تيار راديكالي، يقول لك الناس كفره، ولما نشيل سين من الناس التقدم هيحصل. بيصبح كل جهدك كشاب انت الان اما متلوف او حزام ناسف نخلص من القصه دي. ما هو رفض دفن. لا انا بقول بس الان الفكره، العلاقه ما بين ان نجعل سبب تخلفنا الاستبداد فقط، يعني السبب الوحيد والاساسي يعني الرئيسي للاستبداد، هذا يجعل قابليه تحمل الافكار العنيفه قابليه عاليه جدا. لكن لو قلت للشاب ان والله تخلفنا عشان مجتمعنا فيه مساحات واحد واثنين وثلاثة واربعة، قد يستهويك انت الان ان تصنع نظام تعليمي يغير واقع طلابنا، مناهجنا مناهج سيئة تؤصل للاستبداد والعنف، تؤصل حتى بعض الاسئلة، تؤصل حتى للسيئة. طب والامثلة اللي ضربها يا فندم، الامثلة اللي ضربها؟ اما ما تفضلت به من امثلة، النموذج الصيني والنموذج الفرعوني، اولا انا غير متفق معاك ان تصل من الحالة الفرعونية، هذه وجهة نظر اسرائيل. فكره ان المصريين استعبدوا لبناء الاهرامات لم يكن هذا غرزه غير صحيح. لو درست الحضاره الفرعونيه، حضاره اصيله، والعلاقه بين الحاكم والمحكوم استعبدت الشعوب، واستعبدت حتى بني اسرائيل استعبدتهم. واحمد مطر ليه قصيده في الموضوع ده، استعباد لا واحمد مطر ليه القران الكريم نفسه قال كده يعني. القران الكريم، القران الكريم لما بغض على التفاصيل، القران الكريم ذكر يعني حاكم واحد من جمله حكام 7000 سنه حكام. انا لو جاء بعد فرعون ايضا مش على طريق فرعون، وجل الشهيد فرعون ومش عارف ايه، ومش على طريق فرعون، وما قبل فرعون ايضا كان ظالم وكان يستعبد شعوب وخوف وخفرع ومنقورع.
يعني استعبدوا الشعوب علشان يبنوا لهم اهرامات، على مش اهرامات، علشان يبنوا له مقبره، يستعبد شعبه عشان يبنوا له مقبره يندفن فيها. هل دي عقليه انسان اصلا؟ انا عاوز اقول لحضرتك حاجه تانية، حكايه ان الثورات فشلت، الثورات العربيه فشلت. انت نقلت كده يا محمود خلاص كده، سمعت رد الاستاذ ياسر؟ طب ما هو ما ردش، لا ما هو ما ردش، معلش ما هو ما ردش. نرد على النقطه دي، اتفضل يا استاذ ياسر. عندما اقول اهميه الافكار لا يعني بالفكرة أنها سلبة أو إيجابية، يعني الحالة الشيوعية استالين قمع الشعب، لكن قمعوا فكرة في أنظمة مستبدة تصنع لها ظهير فكري. فالأفكار سلاح ذو حدين، إما سلبا أو إيجابا. أنا لا أقول أن الفكرة دائما ستؤدي الفكرة إلى نجاح، يعني ماو ستونغ قاد بفكرة ثورة ثقافية سحق كل الملكية الموجودة، كانت فكرة سيئة لكن حركته فكرة. أنا أقول الآن أن عالم الأفكار مسؤول إما عن الإيجابي وإما عن السلبي، لا يمكن أن يعمل الإنسان بلا أفكار. دوري ودورك أن نضع أفكار عاقلة منفتحة على المستقبل. فإذا ماو ستونغ حركته فكرة، ماركس حركته فكرة، كل غاندي حركته فكرة، ايضا هتلر حركته فكره، الثورات العربيه حركته فكره. مين اللي قاوم الثورات يعمل مظاهرات ضد الاستبداد غير الفكر والوعي؟ قام قال الاستبداد، لا ده دليل على انه عنده فكر وعنده وعي. ندي محمود عايزنا ندي المايك لحد تاني هنا، اتفضل ويعرف نفسه.